الفنية ونبتديها معاكم بالحدث الأهم في الفترة الجاية، وهو افتتاح قناة السويس الجديدة، واللي كل أنظار العالم هتتجه لينا يوم الخميس الجاي بإذن الله. والحقيقة بقى مفيش فنان في الوطن العربي ما بيجهز دلوقتي عمل جديد علشان يهديه لمصر في الفترة دي، علشان بمناسبة إيه الافتتاح. ومن الفنانين دول الفنان مجد القاسم، واللي عمل أغنية جديدة بعنوان قوم يا مصر. الأغنية من ألحان وغناء مجد القاسم، الكلمات لدكتور طلعت لطفي، والكليب اتعمل بطريقة المونتاج وضم لقطات من قناة السويس، وتصدرت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم طرح الكليب على قناة مجد على اليوتيوب. أبا مصر الأبي الكريم، سوف نحتفل معا خلال أيام قليلة بافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة. بفضل إرادة الرجالة سنة واحدة ونعلن تم الحفر، حلينا مشكلة التمويل عشان نعيش في بلدنا حرام، والشعب اللي شرب مني